محاكي كيلومتر طرق جديده بتضاف للشبكه القوميه والرئيسيه للطرق، دي تتكلف 175 مليار جنيه. تم تنفيذ حتى الان 4500 كيلو، وجاري تنفيذ تنتهي بنهايه هذا العام المالي ان شاء الله 1300 كيلو، ومتبقي تنفيذ 1200 كيلو حتى عام 24. من اهم هذه الطرق هو الطريق الدائري الاقليمي. الطريق ده طوله 400 كيلو، اتجاهين، كل اتجاه اربع حارات، بيتقاطع مع 18 محور رئيسي كلها خارجه من القاهره الكبرى، بيربط 15 محافظه مع بعض، بيشمل 50 عمل صناعي ما بين نفق وبين كوبري. محاور النيل، محاور النيل يا فندم بدا تنفيذ كباري، مش محاور، بدا تنفيذ كباري في مصر سنه 1834 في عصر محمد علي بكوبري في منطقه القناطر الخيريه، وتاني كوبري كان كوبري قصر النيل عام 1871 في ايام الخديوي اسماعيل. حتى الان يا فندم، حتى 2014 يعني منذ عهد محمد علي حتى عام 2014، تم تنفيذ 38 كوبري وليس محور، بمعدل واحد كوبري كل من 4 ل 5 سنة، يعني كل 4 5 سنين كانت مصر بتعمل كوبري واحد.